ايه بسم الله. ايه ده اخر ورش. الحمد لله. واحد، احكي لنا كواليس اغنيه زنانه اللي طرحتها مؤخرا على يوتيوب، واشمعنى اخترت الشكل ده من الحياه الزوجيه عشان تقدمه. اولا الاغنيه دي كلمات السيد علي، لحن عماد تاج، توزيع مورو، وانا بكن لهم كل الاحترام والتقدير وبشكرهم على وقوفهم جنبي وعمل الاغنيه ديت ليا. الكلام دوت السيد علي لما جه يقوله لي كانت المدام قاعده جنبي، قالت لي الكلام ده حلو خده، هي اللي نقته. فايه يعني، فشفتي بقى الديمقراطيه، شفتي يعني مراتي هي اللي منقيه الكلام ده. عصبيه بتعلي صوتك ليه عليا؟ الناس بصلنا يا وليه، لا لمي الدور وحدي شويه تهدي احسن لي. زنانه طلباتك ليه ما بتخلصي؟ ولغيرك عماله تبصي، كفايه اكل شويه وخسي، بصي على نفسك. بصي بقى انا مش طايق كلمه تانية ومش عايزك، ليه بتزني وبتلتي وبتحرقي في دمي؟ بتتريقي قال على كرشي، يا مخلصالي على قرشي، لو شلت المكياج تتكشفي هلاقي ابن عمي. عجبتك قوي. لا اصل ده دي يعني، طب والله مراتي هي اللي منقيه الكلام قسما بالله. ايه بس الستات هتزعل كده، واحده منكم هي اللي منقياه، انا مالي؟ ما تزعل، ما تزعل بقى، عفوها اخطفوها.